السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سنة سعد. اليوم سوف نتعلم مستلزمات تعلم النظام لينكس في الحلقة 50، بعض المفاهيم الجديدة والأوامر الجديدة الخاصة في جيل بيرميشن أو تغيير الصلاحيات. بعد أن تعلمنا إنشاء المستخدمين والمجموعات وتحريرهم أو التعديل عليهم، سوف حان الوقت الآن لتعلم Change Permission أو تغيير الصلاحيات. وهي تغيير الصلاحيات تساعدنا في إدارة الملفات أو إدارة المستخدمون لقراءة الملفات أو لتحديد الصلاحيات الخاصة بهم. قبل أن نبدأ أحب أن أقول، اعلم إن كنت تقدم المساعدة ولو كانت في المجان، سوف يأتيك يوم وأنت من تحتاج المساعدة، وسوف تجد هذا الشخص الذي يقدم لك المساعدة في المجان أو بثمن رخيص. الآن كل ما علينا سوف نذهب إلى Change Permission أو نتعلم Change Permission. هكذا تكتب Change Mode، اختصار Change Mode كما تشاهدون. هنا لدينا طريقتين لكتابتها، Sum Block أي نكتبها أحرف أو رموز، وثم لدينا Numeric أي الرقم نقوم بكتابته عن رقم. وهنا Important أو مهم، لإدارة الصلاحيات أو تغييرها يجب أن نكون نحن مالك أو صاحب الملف، أو إن لم يتوفر هذا الشرط نكون الروت أي مثلا سودو. الآن نذهب وننفذ هذا التمرين، نقوم بفتح التيرمينال وثم نقوم بالذهاب إلى الديسكتوب لنشاهد أيضا التغييرات. ديسكتوب، الآن بعد أن ذهبنا إلى الديسكتوب نقوم في عمل كلير لتكون الشاشة فقط للأوامر. هنا نقوم في كتابة Touch ABC. هنا نستطيع من إنشاء الأمر ABC فقط أو ملف ABC، ولكن من الأفضل كتابة .txt لأن إن عدنا بعد فترة لكي نعلم هذا النص أو ملف نصي text. الآن قمنا في إنشاء، لنضع في مكان واضح. الآن هنا كما تشاهدون الملف. الآن نقوم بالذهاب إلى التيرمينال ونقوم في عمل ls-l، نقوم في تحديد الأرجيومنت أو الاتجاه abc.txt أو الملف النصي. الآن كما تشاهدون هذه هي الصلاحيات. الصلاحيات الأولى لليوزر أو المستخدم، الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية للمجموعة أو الجروب، والثلاثة الأخيرة هي للمستخدمين الآخرين أو للأشخاص الآخرين أو الغرباء نقول. هنا الهايفن الأول يدل على الملف والدي تدل على المجلد كما تعلمنا. الآن هنا ريد للقراءة فقط الآر، وثم سوف نتعلمه لاحقا. الآن نذهب إلى الصفحة الأخرى. كما تشاهدون هنا Symbolic Method أي الأحرف أو طريقة الأحرف أو طريقة الرموز. لدينا اليو تدل على اليوزر مود، يوزر اونر أي المستخدم أو مالك الملف، المستخدم مالك الملف، وثم الجروب اونر، وثم الأوذر أي الآخرون، الأو تدل عليها والأي تدل على كل ما سبق من اليوزر والجروب والأوذر. وثم لدينا من تغييره في طريقة الرموز، نقوم بكتابة زائد أو بلس تعني added أو إضافة، والناقص أو minus تعني الحذف أو remove، والإكوال أو يساوي تعني يقوم في مساويات الصلاحيات. هنا الآر تعني read. الآن هنا نشاهد الآر هي read، والدبليو هي write للكتابة فقط، والإكس للإكسكيوت. هنا شاهد أن شاهدة إكس في السابق، شاهدنا إكس في السابق في الحلقات السابقة الخاصة في الشاب عندما قمنا في كتابة سكريب. هنا للتنفيذ أو لتنفيذ برنامج معين نقوم في إعطاء صلاحية الإكس إكسكيوت للتنفيذ. وثم لدينا الآن Change Mode G زائد W، ماذا تعني؟ جروب
زائد W أي للقراءة. الآن كما تشاهدون فقط الجروب يستطيع القراءة فقط لإعطاء صلاحية الكتابة أيضا أو التحرير على الملف. نقوم في كتابة change mode وثم G plus أو زائد W وثم abc.txt. الآن أعطينا هذه الصلاحية abc.txt. الآن هنا خطأ لماذا؟ لأن قمنا في كتابة تكست خطأ txt. الآن التنفذ لنا الأمر نشاهد ls-l. ما هذا الخطأ الكبير؟ ls-l abc.txt. الآن كما تشاهدون هذه هي الصلاحيات. توفر الصلاحية الرايت بعد أن قمنا في تطبيق هذا الأمر change mode توفرت لنا الصلاحية الرايت. نقوم في عملية clear لأن ملية الشاشة. كما تشاهدون هنا لدينا أيضا هنا change mode وثم تدل على اليوزر وجي الجروب وثم نعطي صلاحيات الاكس اي للكتابة وثم من الاذر او الاخرون نقوم في حذف الار. الان نقوم في تطبيقه ومشاهدة الملف ماذا يحصل عليه من التغيير. الملف في الخلفية كما تشاهد نقوم في كتابة change mode وثم يو جي وثم بلس او زائد نقوم في كتابة اكس وثم هنا إن تركت فراغ أو سبيس يقوم بإعطائك خطأ. لنقوم في كتابة O هايفن R. قم في تطبيقه معنا الآن في الحلقة كلما الأوامر وبعد الحلقة أيضا قم في حذفه وتطبيقه مرة أخرى أو على ملف آخر. نقوم في كتابة abc.txt. الآن قمنا بإعطاء هذه الصلاحيات. لنشاهد ونتأكد ls hyphen l a b c dot txt. الآن كما تشاهدون هذه الصلاحيات وتغيير لون الملف. الآن نذهب إلى الأسفل ونشاهد الإكوال أو علامة اليساوي. هنا لدينا u equal r x أي يقوم في توفير هذه الصلاحيات له وحذف الصلاحية الأخرى وثم نقوم في استهداف الملف. ونستطيع أيضا من العملية أخرى نستطيع من كتابة ماينس. الآن لنعود هنا نستطيع من كتابة نقوم في حذف الرايت نقوم في كتابة ماينس W. الآن أيضا كما تشاهدون ال ls-l-abc.txt هنا قمنا في إظهاره بالناتج نفسه كما تشاهدون هنا والصلاحيات. وأيضا كما تشاهدون ظهر علامة القفل على الملف لأننا لا نستطيع من التحرير عليه أو فقط للكتابة. لنتأكد كيف؟ تأكدنا عبر التيرمينال. نود التأكد عبر الجرافيكال وواجهة المستخدم. نذهب إلى الخصائص. الخصائص كما تشاهدون هنا نذهب إلى Permission. كما تشاهدون سنستخدم ذلك هذا الملف والجروب وليس لدينا الصلاحيات كما تشاهدون هنا. والجروب يمتلك كافة الصلاحيات والأذر لا يمتلكون أي صلاحيات. وهذه الصلاحيات كما تشاهدون. الآن نقوم في عمل كلوز لنقوم بفتح الملف كما تشاهدون هنا. نقوم في عمل الران. الآن open save. الآن يقوم بفتح لنا الملف كما تشاهدون. عندما نقوم في محاولة في الكتابة هنا لا يكتب. لماذا؟ read only كما تشاهدون. الآن نذهب إلى الترمينال
نذهب إلى الصفحة التالية أو الصفحة الأخرى. لدينا نمرك ميثود نمرك أو الرقم. لدينا الأربعة تدل على الريد رقم أربعة، ريد أي للقراءة فقط، والاثنان للرايت أو للكتابة فقط، والواحد يدل على إكزيكيوت أو للتنفيذ. وأيضا تستطيع من جمع الأرقام إلى سبعة. هنا كما تشاهدون عندما نقوم في جمع السبعة أرقام، واحد زائد اثنان ثلاثة، ثلاثة زائد أربعة سبعة. وثم لدينا الستة الثاني الرايت والريد كما تشاهدون للجمع الأرقام، وهنا الريد لأن رقم أربعة والإكسكيوت رقم واحد خمسة أصبحت، والريد فقط أربعة، والثري للرايت وإكسكيوت لدينا والاثنين فقط رايت، والون فقط إكسكيوت، والصفر يقوم بإلغاء الصلاحيات. الآن نذهب إلى الأسفل لنشاهد أعطانا 754. تعلمنا السبعة تعني جميع الصلاحيات لليوزر، والخمسة للجروب تعني صلاحيات الريد والإكسكيوت، وثم الأربعة تعني فقط الريد للآخرين. لنقوم في تطبيق الآن change mode. شاهد الملف في الخلفية هل يتغير أو لا. 754 abc.txt. الآن كما تشاهدون لغية القفل أو حذف عليه لأن حصلنا على صلاحيات الرأي. لنتأكد ls-l مع الخطأ مرة أخرى، هذا الكبير ls-l abc.txt. الآن كما تشاهدون هذه الصلاحيات، هذا هو الناتج ولون الملف في الأقل. الآن لا أقوم في عملية كبير لأن امتلأت الشاشة. نقوم في الذهاب إلى هنا، نستطيع من عمل start للتأكد أيضا أكثر، ثم لدينا next، وهنا الفايل كما تشاهدون. كما تعلمون الريد للقراءة فقط ونستطيع من تنفيذه، ولكن الرايت فقط للكتابة لا نستطيع من تنفيذه ابتداء إلا أن يكون مع الريد أي اثنان وأربعة أو رايت والريد، وثم نستطيع من كتابة إكسكيوت أيضا بدون الريد والرايت، أي يجب الصلاحية الرايت تكون الريد للقراءة والكتابة وهكذا. الأي للآ كما تعلمون، لا تنسى هذه الفقرة. والذين البلس والماينس والإكوال، وثم الرايت والريد والرايت وإكسكيوت، لا تنسى هذا الشيء. وأيضا اعلم أو الرايت ترافق الريد، الرايت ترافق الريد. ومع السلامة.